البداية مع Dead Target، لعبة حصدت أكثر من 50 مليون تحميلة على سوق بلاي. هي واحدة من ألعاب منظور الشخص الأول، وقصتها بشكل عام أنه في سنة 2040 وقعت الحرب العالمية الثالثة، وتم سجن جميع سكان البلاد لحقنهم بفيروس وتحويلهم إلى زومبي حقيقيين. هدفك أنت هو القضاء على كل الزومبي الموجود، إما عبر إطلاق النار عليهم أو عبر أسلحة أخرى متقدمة ستحصل عليها مع التقدم في اللعبة وإنجاز المهام المطلوبة منك. رسوميات اللعبة والمؤثرات الصوتية الشبه حقيقية الخاصة بالأسلحة والزومبي هي من أكثر الأشياء التي تشجعك على إكمالها، وهي متاحة بالمجان على أندرويد وآيو آس مع مشتريات بداخلها. ثانياً، زومبي فرونتير 3 تشبه سابقتها من ناحية اللعبة. هي أيضاً لعبة من منظور الشخص الأول، ويجب عليك أن تقتل وتقضي على جميع الزومبي الموجود على كوكب الأرض قبل أن يتكاثروا ويقضوا عليك. لديك جميع المؤهلات التي ترشحك لأن تكون الفائز في هذه الحرب، خطط قتال، استراتيجيات، أسلحة حربية قاتلة، لذلك ليس لديك أي عذر في حال خسرت. في نفس الوقت، بعد كل مرحلة تفوز ستحصل على مبلغ من المال يمكنك استثماره في أسلحة جديدة. يمكنك تجربة كل هذا على أندرويد وآيو آس بالمجان مع مشتريات بداخلها. ثالثاً، ديد بلايك لعبة بقاء على قيد الحياة. عليك فيها مقاتلة والقضاء على كل الزومبي الموجود في الأرض في مختلف بيئات اللعبة. سيتم تزويدك بمختلف الأسلحة الحربية والقنابل اليدوية والألغام وما إلى غير ذلك. وإذا كان كل هذا غير كافي، فيمكنك التعاون مع أصدقائك وتكوين تحالف للقضاء على الزومبي. بعيداً عن هذا، فاللعبة تحتوي على تأثيرات صوتية واقعية تشعرك وكأنك بداخلها، بالإضافة إلى ضوابط التحكم السهلة والتي ستتعلمها بسهولة. اللعبة مجانية مع مشتريات بداخلها على كل من أندرويد وآيو آس. رابعاً، هيدشوت زيدي. رغم أن رسوميات اللعبة توحي على أنها بدائية نوعاً ما لكونها تأتي ثنائية الأبعاد، إلا أنها رغم ذلك ممتعة، ويمكن أن تجعل من وقت فراغك وقتاً ممتعاً تقضيه في قتل الزومبي الموجود بمختلف الأسلحة الحربية، بالإضافة إلى استكشاف مناطق جميلة في اللعبة وجمع موارد إضافية تكفيك للبقاء على قيد الحياة. كما عليك أيضاً ترقية المعسكر الخاص بك. يمكنك لعب اللعبة بالمجان مع مشتريات بداخلها لكل من أندرويد وآيو آس. خامساً، زومبي كاتشرز. مثل اللعبة السابقة، هي أيضاً لعبة ثنائية الأبعاد ولكن بجرافيك نوعاً ما أفضل. ستلعب هذه المرة دور كائن فضائي هدفه جمع أكبر عدد ممكن من الزومبي الموجود في الأرض، ومن ثم نقلهم لمختبر سري تحت الأرض من أجل إخراج منهم عصير ستحقق منه ثروة كبيرة. رغم أن الفكرة نوعاً ما قد تبدو لك غريبة، لكن هذا بالفعل قصة اللعبة. سيتم تزويدك بأحدث المعدات التي ستتمكن من خلالها من صيد الزومبي، وفي نفس الوقت هناك عدة أدوات ستجدها في طريقك التي يمكن لها أن تساعدك في مهمتك. يمكنك تجربة كل هذا بالمجان مع مشتريات بداخل اللعبة لكل من أندرويد وآيو آس. انتهينا من عرض الألعاب، الروابط تجدونها أسفل الفيديو.